فضيلة الشيخ، يقول السائل: من نسي أن يقول دعاء الخلاء ولم يذكره إلا بعد الدخول، هل يشرع له أن يقول ذلك وهو داخل الحش؟ نعم، يقوله ولو لم يذكره إلا بعد ما دخل الحش، يقول لا بأس بذلك. بل إن بعض العلماء أخذوا من ظاهر الحديث أنه يقوله إذا دخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد، دخل بالفعل يعني. نعم.